جيت هنا كان لسه قالك سنة 90 تقريبا، كنت موجود برضو، جيت مرتين ثلاثة. لكن أنا لما بتواجد هنا بحس إن أنا، خلي بالكم من حاجة مهمة جدا، يعني الشباب ده اللي موجود، أنا لما بتواجد هنا بحس إن أنا يعني حجمي صغير شوية مع ثقافتهم ومع رؤيتهم المستقبلية، يعني فده بقلق شوية يعني منكم يعني. لكن أنا الحقيقة اللي بتشرف إن أنا أكون موجود في وسطكم.